اليوم راح نستعرض لكم كينيتيك من الزمن الجميل، تقريبا عام 1990. ساعة قيمة جدا جميلة، تابعونا، راح تكون الفيديو مرة ممتع من الصناعة القديمة، راح تشوفون أشياء جدا ممتعة، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أو مساكم كل خير، معكم OWB Watch. اليوم راح نستعرض لكم ساعة من الزمن القديم، الساعة من عام 1990. طبعا هذه الساعة اللي هو Old Stock New، ساعة جدا جديدة ما هي مستخدمة، هذه Old Stock. طبعا جالسين نتكلم على ساعة موديل نمبر SKG036J made in Japan، ساعة سيكو كينيتيك مثل ما احنا شايفين في العلبة. راح نستعرض اول شيء مبدئيا، خلينا نستعرض اساس نشوف الصناعة كيف كانت قديما. العلبة جدا جميلة جدا جميلة، العلبة جدا جميلة جدا جميلة. طبعا شوية فيها شوية تحتاج العلبة الى تنظيف، بس لان احنا جالسين نتكلم ترى على ساعة مخزنة، ساعة مخزنة يعني ما هي مستخدمة، ساعة مخزنة. طبعا الساعة مثل ما احنا شايفين الفينيشنج حقها، طبعا لما نقول زمن جميل هو الزمن الجميل فعلا، شوفوا كيف الصناعة تكون. طبعا الساعات هذه قديما كانت حاجة خرافية، يعني شوف مثل ما احنا شايفين المينا كيف صايرة، حاجة يعني بأمانة حاجة يعني. طبعا الايام راح يكون في عندنا الايام يوم وتاريخ، شوفوا الفينيشنج كيف صاير، شوف الفينيشنج كيف صاير، واو الفينيشنج جدا جميل، شوفوا كل تفصيله من التفاصيل، فينيشنج محترم، يعني احنا جالسين نتكلم على فينيشنج فعلا محترم. هذه هي الصناعه قديما، كانت الكواليتي جدا عالي، يعني شوف مثل ما احنا شايفين الكواليتي فيها، شوف حتى ما بين فصلات الساعات راح نلاقي الكواليتي مره حلو مره روعه. طبعا مثل ما احنا شايفين هذا اللي هو الكيس باك، انا ممكن اسوي بعد زوم للي حاب، دقيقه انا ممكن اسوي هنا حركه زوم شويه، دقيقه هنا حركه زوم راح نعملها اساس نشوف تفاصيل الساعه. طبعا هي راح تكون 5 بار مثل ما احنا شايفين ميدين جابان الساعة. طبعا تفاصيل الساعة مثل ما احنا شايفينها سافاير كريستال بالنسبة للزجاج، ووتر ريزيستن 5 بار اللي هو 50 متر ووتر ريزيستن طبعا، وبتكون جالسين احنا نتكلم على ماكينة 5M43 0A50، حاجة جدا جميلة مثل ما احنا شايفين. هذا طبعا شعار الشركة. طبعا في حاجة لازم يعني نكون شوية منتبهين لها، في بعضهم يقول لك ايش الكينيتيك، ايش فكرة الكينيتيك. طيب راح نشرح الكينيتيك، وهذا شيء مهم يعني اساس احنا نكون فاهمين الكينيتيك. الفكرة منها انها تكون اوتوماتيك وبطارية بنفس الوقت. كيف يعني؟ يكون داخل الساعة بطارية يعاد شحن هذه البطارية عن طريق الحركة، يعني انت ما تحتاج انك انت تغير البطاريه اللي فيها، البطاريه اللي فيها هذه قابله للشحن، فهي راح تستخدم، يعني هي نفس الساعه الاوتوماتيكيه بس الفكره انها كينيتيك. طيب سؤال، ليه كينيتيك؟ انا ليه اشتري ساعه كينيتيك؟ قديما كانت تشترى الساعه الكينيتيك، البطاريه حاجه جدا ممتازه وشيء يعني ما حد يختلف عليه، ولكن البطاريه ايش مشكلتها؟ خلصت البطاريه ايش بتضطر تسوي؟ تضطر تتوجه إلى مثلا محل صيانة أساس يغير لك البطارية، وتضيع من وقتك ومن جهدك. بالنسبة للكينيتيك احنا جالسين نتكلم على انك انت الساعة داخلها راح يكون في بطارية يعاد شحنها عن طريق الحركة، فانت ما تحتاج تغير بطارية، راح تكون أدق. طبعا في حالة السكون، يعني لنفرض ان الساعة الآن ساكنة، في حالة السكون البطارية اللي داخل، طبعا ما في اوتوماتيك فما راح تشتغل الساعة، البطارية اللي داخل راح تاخذ 6 أشهر شغالة معك، عفوا 3 أشهر الجديد 6 أشهر، بطارية حتظل 3 أشهر شغالة معك لو كان. طيب أنا كيف أعرف البطارية؟ طبعا احنا نعرف إذا بما أن في بطارية داخل أنا بيعرف كم مقدار البطارية، هل البطارية خلصت ما خلصت الكلام هذا. يعني عندنا الزر هذا، بمجرد نسوي بريس هنا عندنا هذه، عندنا مثل ما احنا شايفين الآن، احنا شايفين الآن
الهلال هذا. إيش الفكرة من الهلال هذا؟ الفكرة من الهلال هذا إنه هو يكون بمثابة ريت للبطارية. بمعنى خلينا نسوي زوم شوية. تمام، هذا راح يكون بمثابة ريت. طيب بمجرد أن إحنا تكون الثواني شغالة، يعني بعطي أنا على سبيل المثال، لنفرض أن الآن عداد الثواني شغال، بمجرد يجي عداد الثواني على 12 على سبيل المثال، ونبتدي على سبيل المثال نضغط الزر هذا، لو كانت البطارية اللي داخل الساعة فل راح يقفز مباشرة إلى 6. لو كان في يعني البطارية ضعيفة راح يكون في 2، لو كانت بطارية جدا ضعيفة راح يروح للواحد. هذه هي الفكرة من الزر هذا أو الهلال هذا أو الزر هذا، عشان أعرف الباور ريزيرف الخاص بالساعة. نرجع مرة ثانية، باور ريزيرف الخاص بالساعة. طبعا كتفاصيل للساعة مثل ما احنا شرحنا من قبل، الساعة ميد ان جابان عام 1996، كينيتيك، بطارية أوتوماتيك، لونين طبعا مثل ما احنا شايفين الآن. بالإضافة طبعا نجي نتكلم على الكيس. الكيس راح يكون بلونين، بالنسبة للديميتر، بالنسبة للكيس ديميتر راح يكون 40 ملي مثل ما احنا شايفين. بالنسبة للغلاس راح يكون سافاير كريستال، يعني مقاومة للخدش، وأيضا المفروض أن يشملها الضمان. طبعا للمعلومية الساعة مخزنة ولكن جديدة، بمعنى أن الساعة عليها ضمان لمدة سنة انترناشنال، مو معناته أن الساعة يعني منتهية أو كذا. هذا بالنسبة للملحقات. طيب إيش الملحقات اللي تيجي مع الساعة القيمة هذه الجميلة؟ يجي معها أشياء كثيرة، من ضمنها طبعا راح يكون مثل ما احنا شايفين، راح يجي معاها هو طبعا الضمان. كرت الضمان طبعا جديد، الساعة مخزنة مثل ما قلنا، وكرت الضمان جدا جديد مثل ما احنا شايفين. راح يجي كرت ضمان خاص بالكينيتيك، وراح يجي معاها البوك مانيوال اللي يشرح فكرة الكينيتيك، ويكون كتيب ارشادات كامل. طبعا كتيب هذا راح يكون اللي هو كينيتيك ماستر، بمعنى انه راح يشمل كذا كاليبرز، بيكون 3M22 و5M42 و5M43 و5M45. لاي سؤال او استفسار انتم حابين تسالون عنه، راح يكون طبعا موجوده حساباتنا على الانستغرام. بالنسبه برضو للاسعار، نتمنى منكم التواصل معنا بالاسعار عن طريق الحسابات الخاصه فينا. شاكرين لكم حسن المتابعه، ونتمنى لكم امسيه ممتعه.